جيران لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم في العام 2014، تعمل البرازيل منذ الآن على التدابير الأمنية التي ستتخذها خلال الحدث، معتمدة على آخر تطورات التكنولوجيا. والصور التي تسجلها مئات آلات التصوير الموزعة في المدينة تصل إلى مركز المراقبة الرئيسي، بالإضافة إلى خرائط تفاعلية وصور الأقمار الصناعية، ويتشارك بها 20 مركزاً للاستجابة بأسرع وقت ممكن مع أي حادث طارئ، كفيضانات أو اكتظاظ حركة المرور. هذا الحائط المغطى بشاشات الفيديو هو الأكبر في أمريكا اللاتينية، وهو يستخدم آخر التكنولوجيا، وبإمكاننا تعديل الشاشة عندما تطرأ أحداث خاصة، وهذه آخر مبتكرات التكنولوجيا البصرية، ما يساعدنا فعلا على اتخاذ القرار بأسرع وقت. وتوقع حالات الطقس الرديء وأمطار غزيرة، ما يمكن أن يتسبب بانجراف التربة، هو من أحد وظائف المركز. هنا لدينا منطقة خطر عال تتمثل في المنطقة الحمراء، أما الصفراء هي لمناطق الخطر المتوسط، والخضراء منطقة خطر بسيط، وصفارة الإنذار تعلن للناس وجوب إخلاء المنطقة بسبب الفيضانات أو انجراف التربة. والمركز سيتخذ كافة التدابير لتوجيه الجماهير بشكل آمن من مكان لآخر. وتم اختبار نظام مراقبة تنقل الجماهير أثناء مهرجانات ريو في مارس آذار الماضي. نظام مراقبة بالكاميرات تنقلها السيارات والأشخاص. ولا تنسى الابتسامة إن زرت ريو فالكاميرا تتبعك.